ليلة مش نسهروا مع طارق بعلوش، ألفة برمضان، عبد الحميد قياس، مريم الدباغ، شمس الدين باشا، ليتيسيا، عزيزة أبو الأبيار. مرحبا، نشكركم على اختياركم قناة التاسعة ليميسيون هذية اسمها ليميسيون اكسترا. ترانكيل كول محلانا اليوم شكون حلقة اكسترا 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 اكسترا. هو مش ديبريف لا محالة، هو مش ديبريف ماهوش بديت هكا الحلقة. ربي يلا كيفاش تشوف اكسترا باه. هو مش ديبريف نبداو به اليوم، اما شكون عنده حاجه على الحلقه اللي فاتت؟ طيب اكسترا اكسترا ولا حد شيء باه من هنا حد شيء. ألفة عندك حاجه على الحلقه اللي فاتت فرش فيها؟ الحلقه اللي فيها عبير البناني جات بحذانا انفيتي اللي فيها شاب بشير واللي موجوده فيها مش شكون بالكدا الحقيقه وحيده الدريدي. وحيده الدريدي ولا وحيده الدريدي باه الغوله غوله لا فاموز وي لا جروند. طبعا اليوم يا جماعة نعلمكم أنه بعد لحظات إن شاء الله في البارتي الثانية في الإميسيون تاعنا باش تكون حاضرة معنا مدام خولة اللي عرفتوها وبالفيديوهات اللي هبطتها عمرها ما ظهرت في تلفزة. دونك اليوم باش تكون حاضرة معنا اللي عندها القصة نتاع المشكلة نتاع بنوتة الصغرون اسمها أميرة اللي عندها علاقة بفوزي بن قمرة. دونك مدام خولة بعد لحظات إن شاء الله باش تكون هي الانفيتي نتاعنا في البارتي الثانية. البارتي الأولى ريزيرفي للتفادليك والضحك واللعب مع زوج صغرونات مزيانين ويعملوا جو. تنسويت الجينيريك وبعد نبداو مع بعضنا في الاميسيون. سيدي عسلامة مرحبا الناس كل، نعلمكم رسميا الحلقة تنطلق توت سويت مالك اللي كان كل الاخر كان موت فديك ضحك لعب على روحها باه. قبل ما نبداو الحلقة نتاعنا مهم برشا للتذكير انه 10 ملايين راي النهار الاربعاء، كانك قادم على عرس، كانك ناوي انك تبدل الكتروميناجي في الدار، كانك عندك مشروع تحب تحلو، راه 10 ملايين نجم يعاونوك. دونك ابعث او بالاس ام اس على 85 860 85 860 وال10 ملايين اللي هنا بحذانا، وان شاء الله انت تكون موجود معنا. باه ما تحبوش نخليه الحاج يسهر معنا اكثر خاطر الفائز معنا بمبلغ مليون كاش. دونك نرحب سي محمد النصراوي من بن عروس. مرحبا سي محمد. مرحبا يا حاج، مرحبا زارتنا البركه، مرحبا يا حاج، تفضل بحذا يا حاج. وتصفيقه كبيره على الحاج، مرحبا. مرحبا يا حاج، سامحنا يا حاج سهرناك معنا للتسعه. نعرف ساس ترقد قبل هذول باه الميكرو حاجه هذاك تكلمنا فيه. باه قدم لنا روحك حاج في الميكرو. اسراوي محمود. العباد يتفرجوا غلط. اسراوي محمود. شو مزينك يا حاج؟ اوه حاج ورابح مليون يا معلم. حالة يا حاج. اي احكي لنا اسمك محمود، شنو تعمل في الدنيا؟ في الميكرو. كنت شوفير انتريتي. لا في الميكرو، تكلم في الميكرو يا حاج. كنت شوفير انتريتي تو. عمرك تعديت في تلفزه قبل؟ لا لا. عمرك ما تعديت في تلفزه؟ والله مزيان الحاج. كان تو تعدي ماضي ساعة واش؟ ماضي ساعة؟ لا يا حاج تسعة تو. تسعة الحاج والله تسعة تو. تسعة بيل. باهي قداش من مساج بعثت على 85 86 مش أنت؟ في الميكرو يا حاج في الميكرو. بنتي. بنتك هي اللي بعثت. أي. أما أنت اللي ربحت. أي نعم. وباش تعطيها الفلوس ولا؟ هي معطيها هي كلها. مسالش في الميكرو يا حاج. لا هي ولا الأولاد أحفادي. هي قداش تو هو مليون. حاج وبعد ما تمد. كيفاش تقسموا المليون حاج؟ قول لي. نعم. كيفاش تقسم المليون؟ إي باش نقسموا. مش نقسمه انا مش نقسمه خلي لا بطل يعني مش نقسمه يعني كدوات لحفادي كل ها كدوات لحفادي الله يمحيك. قداش عمرك سي محمود انت؟ قداش عمرك سي محمود في الميكرو؟ 77 تبارك الله. اللهم صل على النبي. شو انا سامحنا يا حاج خليناك تسهر بحذانا حتى توا وجيتك راي عزيزه وغاليه. حاج يا غالي والله يقهقه بالضحك والله جاي عزيزة وغالية يا حاج بحثين سهرناك يا حاج تسهر ساعة أخرى مليون ما هو شمالي فيها عشاء عاد
نورمال تعبكم شويه ولا لا يا حاج شامبيون يا حاج الف مبروك لك حتى صفقه كبيره برشا ليك وانا انا نضمن لكم انه الفائز لعبت في 10 ملايين ولا باش تلعب 10 ملايين حاج مش انا بنتي هو لبنان باش تلعب في 10 ملايين باش تلعب بيان سور باش تلعب دونك الجمعه نهار الاربعاء جي دونك بلاصتك خويا لهنا بحذانا تنجم انت اللي تكون رابح ال 10 ملايين مش مليون مع 10 ملايين كاملين باش تلعب معاهم حاجه 10 ملايين ولا شكون بنتي تلعب انا خاطي تليفوني عندي عملت يا حاج في المركز يا اخي نعم يسالوك يقولوا لكم بنتي خاطيني انا شكون اللي يبيع بنتي انا ما نلعبش ليش ما كنت اللي قبضت شنو مش انت اللي قبضت تليفوني تليفونه اه طاولة تليفونه تعرف عليه أيوه فالتليفونه هو اللي فيه الفلوس هذاك عليه بعلوش تليفونك اللي فيه الفلوس صار بنتك هو اللي فيه الفلوس جايش ليه تقول الحاج محمود انا نقول لك سي محمود اسمك على اسم الوالد بتاعي الله يرحمه ربي يطول عمرك في الخير خليهم يلعبوا وانت يقبض وما يحلبوا وانت تشد المحلب لا لا انا مانيش مخصوص انا مش يا حاج يا حاج في التشكيله انت انا ذي شكون اللي تشيخ عليها كمحليك يتفرج في الايميسيون هذا انت بعلوش هو قال لي نعرف قالوا كل واش قالوا 30000 يا اخي قلت له يا حاج يبطى شويه يبطى شويه يا حاج يفكروا في صغرو وي يفكروا في صغرو وفي البنايات نتاعنا شكون اللي تظهرك هكا محليها وكل كل كيف كيف كل كيف كيف شنو رايك في مريوم اللهم صلي يعني بيلي كيف كيف يا حاج دور لهنا شويه دور لهنا شويه دور البنايات لا عاد هكا لا تنجر لا لا شو حاج سمحنا سهرناك معنا كأخويا التسعة نتاع الليل ومتأكد إن شاء الله الأربعة راهو بلاصتكم لهنا بحذانا دونك ألف مبروك للحاج وإن شاء الله ألف مبروك للي باش يربح إن شاء الله سير على أنا جيك أنا جيك حاج أو على 85 860 أو حرف فقط ما في حد شيء على 85 860 وسعر الإس إم إس راهو حكاية فارغة بارابور المليون وال10 ملايين راهو دينار و440 فقط دونك حكاية فارغة بكل بالنسبه لك انت كان تحب تربح المليون ولا تحب تربح ال10 ملايين ويكفيني نقول لك قوي حظوظك في الربح ابعث اكثر من مساج لعل تكون بلاصتك نهار الاربعاء انت بحذنا وتربح ال10 ملايين هذوما ها جاي اش كنت تحب تسلم سلم على ولادي في هولندا في الميكرو في الميكرو يا حاج سلم على ولادي في هولندا وبنتي فهمتني على احفادي لهنا ونساب وكل فهمتني ولا وبناتي ان شاء الله ربي يفضل عمرك ان شاء الله ربي يرزقنا ان شاء الله بالحلال يا حاج وربي يخليك يا حاج وبارك الله فيك ونحب تصفيقه كبيره برشا ليه تتفرجوا في التلفز تتفرجوا في التلفز وتسمعوا اذاعات اكيد فما اولاد صغار دي بروديج معناتها فلتات ما يتعاودوش فنانين ما يتعاودوش اصوات ما تتعاودش نشوفوا الفيتير هذايا وبعد نرجعوا مع بعضنا لليميسيون في العالم أجمع فما أطفال غير الصغار الكل رغم صغر سنهم إلا أنهم يتقنوا عدة مواهب يمكن حتى الكبار ما ينجموهمش في بعض الأحيان نحكيوا على الأطفال اللي متعدين المواهب نلقاو فيهم اللي مغروم بالغناء والعزف وفما اللي يحب الرقص وغيرهم من المواهب موجودة عند الغرب هي موجودة زيدة في العالم العربي من قبل لكنها زادت كثرت خاصة وقت اللي ولوا فما برامج المواهب كيما Arabs Got Talent و The Voice Kids وحتى في تونس الصغيرات ولوا يخرجوا المواهب اللي عندهم خاصة كي ولوا عندهم أكسي باش يشاركوا في البرامج هذم مر مثلا اللي على صغر سنها عاشت الشهرة وإلا
حمودة اللي وصل عمل جيو مع بالتي وسمعوا به العالم العربي الكل بما أنه الغنية توجدت في التندانس على يوتيوب. ليلى صغير في قلبي غمة بابا بحري وبابا بحري بابا بحري يا سيدي خلص وحلي. ربي بلادنا جايبه وتجيب المواهب وعندنا تبارك الله مواهب اللهم صلي على النبي من الصغر. شخص كان جاء البرنامج نجمو نجيبو فيه توريناهم في الفيتير حموده ونور قمر مع بعضهم معناتها شخص كان جينا نجمو نعملوها الحكايه هذيا. عم للاسف يحضروا معنا الزوز اليوم. يا مرحبا يا مرحبا محليهم 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 12 سنة هكا ولا في الميكرو 12 سنة كبرت شوية ما عادش لاحظتوا بين عندها عامين الحكاية هذيك هكا ولا عندها عامين أيا لالا شو راهي الطفلة راهي تبارك الله ولا صبية اليوم دونك توجه وحدها وتتسلم وتسلم على السادة المشاهدين وحدها. عسلامة مرحبا بكم. عسلامة المرة الأولى ديما هكا من بعد سوا عسلامة مرحبا بكم. اسمي نور قمر. اسمي نور قمر. اليوم ولا عمري 14 عمري 14 سافرت الطفولة في تونس وعرفتوني في برنامج The Voice Kids. فوالا وعرفتوني في برنامج The Voice Kids. اليوم انا ما عادش كيدز برشا بديت نكبر كبرت شوية دونك اليوم كبرت شوية على العامين اللي تعداو وتسمعنا طول هكا حويجة كابيلا على الدخلة طول بصوتها وراني فنانة كبيرة وصوتي ياسر مزيان. وي وي هذا الحمد لله ونغني خير من ونغني خير خير من برشا سامي كبار معروفين وانا نغني خير من الله الله تعطينا كل فراغ تتقيد هذيك تقول لك كل فراغ تتقيد صوتها وصوتها انا بالحق بيسكو انا مغروم بياسر بذكرى محمد الله يرحمها كانت لو باهي واطروها كوم يلفوه كما تاطروا مطربين قبل نتاعنا تكون امتداد ذكرى محمد. انت كيفاش تاطرها كان جيت نجم تاطر؟ ما نعرفش ناطر انا لا 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 كيما قبل تأثير على في شنو مثلا في شنو مثلا موسيقيا موسيقيا تقرا موسيقى تعلم المقامات تركز على المقامات بالقدام نحكي لك نحب نعطي رايي هي صوتها الشخصي والمتواضع رايي فيها من اول مره سمعتها في ذا فويس ماهيش مستحقة لا باش تقرا مزيكا ولا باش تتعلم على خاطر تبارك الله عليها تغني كأنه مغنية محترفة عندها سنين. دونك اقعد بنيتي هكاك لازم تقرا موسيقى لازم انت شغل عربي لازم تقرا موسيقى لازم انا بغيت نسمعهم حاجة هكا على الطاير خليفة مرة شنو قاعدين على ذكرى مش نغني حاجة قالوا حبيبك يجعل طريق زمرد والحصى مرجان والشمس سكرني برنامج سي خلف الله الله يروحوا بطل لا برافو تسحق تصفيقه لا عاد بشويه مازال نخرجوا نحكيو معاه ما خلينا نسلم الساعه على التعفون مزيان 12 سنه عمره مازال كيبدا في عالم الشهره بسنجل تبدا بسنجل تعمل 100 مليون معناتها سنجل يعمل 100 مليون مشاهده اللي هو حبيتوه
وعرفتوه يا ليلي يا ليلي. ماذا بينا نسمع كابيلا؟ كل ما نراك ماذا بينا نسمعها؟ يا حمود يا يا ليلي ويا ليلى واش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة نحب نطير ونطير الفوق حبوا يقصوا لجناحي قولي تكراني مخنوق منك طالب اسماحي. صافا ماش خير هناك حمودة. هذولي كان من الاكتشافات وانا عجبني بلطي قال 50% من نجاح الأغنية راهو حمودة معاه. على خاطر جملة سامبل برشا وهو طفل صغير غناها وصلها للناس اللي صغار وكبار. انا عندي بنات اختي 3 سنين ونص توا يحفظوها معناها بالقدام بالقدام. هذاك علاش نجحت. عنده حن في صوته، صوته بريء وعنده حن في صوته. خاطر مازال صغير يمكن. زوك يكبر مازال بريء. اللحن فيه سلاسه و سامبل جملة سامبل بسيطة تبقى عنده شجن في صوته حلوة برشا. أنا تفاجأت بها الغناية هذه في كنت في بيروت الجمعة اللي فاتت حليت ما نعرف اللي معناتها اللي ما نعرفش يمشيوا اللبناني لبنان وكل يعرفوا اللي مش ياسر يحطوا الأغاني المغرب العربي ما مش ياسر يفهموها في راديوات حليت نلقى الغناية هي تتعدى ديجا في العالم العربي كل. أما تعرف شنو أنا اللي غايضني حاجة معناتها ممكن تشارك في برنامج نتاع التلفزة ما تقولي أصدقاء تطوى بالله سامح نانسي عجرة ما عادش تكلمك وكاظم الساهر وثامر حسني ما تكلمنيش حتى في الاستوديو بس تكلمني شنو ما كلمتكش في الاستوديو بكل؟ لا ما نشوفهاش ديما نشوفها صحاب مع تامر تامر صحاب انت تحية لتامر حسني بالله كان فرج بينا اي اما في العمر هذا معناتها 14 سنة عامين تعداوا من بعد ما تعديت معناتها في ذا فويس كيدز معناتها ما تراش اللي كارك خرجت أغنية كارك معناتها قعدت ما غبتش باش عامين ما فهمش جملة اش قعدت تعمل في العامين هذو؟ عملت تقرا على روحها عملت تقرا بيان سور تقرا نقرا وعملت زيد نشيد ابطال تونس على مع سي لطفي بوشناق واسماء بن احمد وغنيتي زاد على القدس اليوم باش تهبط ان شاء الله اليوم باش تهبط سمعنا منها حاجة؟ يا قدس سلاما ألف سلام يا نورا شاع ببحر ظلام يا قلبا يغرق في دمه فلمن تشكو والقوم نيام عفوا يا قدس ولست ترى ذهبت بكرامتنا الأيام والصخرة ترثي وأسفا بيعت بخسا في سوق لئام بعد شخص موصوتها من اي فزيه شعر سي علي الواتي قدم له تحيه والحان ربيع الزمور سلام على برشا دونك صوت المزيان تاع نور مازال شخص مو بعد خاطر مازالت باش تغني ديجا حموده باش تغني. انت حموده تو في المكتب كيفاش عامل تو الناس الكل ولا تعرفك الكل؟ هاي نسكت ولا خليها هاي كرموك البارح في المندوبية هاي كرموك في المندوبية هاي نشكر المندوبية استنى بدي تشكر من الأول احكي لنا ساعة كيفاش كرموك ومن بعد اشكر ساعة شكون اللي كرموك معلش كرموك نشكر نشكر باش من بعد نشكر اليوم نشكر بعد شو بك فيهم انت جات خاطر صوتك طيارة ديجا خافش منه مين تشكر حد من بعد شو بك فيهم اشكر روحك قولي على شكون في الساعة انت في المكتب كيفاش عاملة والرسم مش عامل شيء في المكتب؟ لا لبس عليك لبس عليك؟ مشنحة الحومة مشنحة الحومة هذه احكي لي اشتروا ولاد حومتك لهنا وينهم ولاد حومتك لهنا؟ يتصوروا معاك اصحابك اللي يقراوا معاك؟ اي يتصوروا معاك والاساتذة يتصوروا معاك؟ اي يعطيوك 20 من بعد؟ لا جات في هذه ليه؟ ما يعطيوكش 20 من بعد
باه سينو برا اشكر خويا برا تروح عندكش في قلبك الحكايه نشكر برا نشكر كارتاج لاند اللي كرمتني ابون ونشكر المندوبية خلف سبونسورات من الصغرى طفل المندوبية زاد اللي كرمتني ونشكر المدير نتاعنا بشير الزيتوني المدير خاصة المدير المدير عاود اسمعني المدير اسمع انزل على المدير المدير عطيه اربع ضربات قولوا اربع مرات قولها نسلم على المدير سلام على المدير سلام على المدير سلام على المدير سلم على المدير شو اسمه طوى اسمه شو اسمه بشير الزيتوني بشير الزيتوني تحية على الزيتوني شريف شريف ده هاي وشكون الاستاذ نتاعك على الزيتوني ولا مدير كيف على الزيتوني ولا مدير كيف بعروش على الزيتوني ولا مدير على الزيتوني لا ما بعرفش الزيتوني هو قلب مش على بشير سلم على بشير غالي اخترت لكم جو باش تلعبوا معنا فيه من احسن لي جو تعرف اللي هي شنو ولا لا تو سويت تعرف الميم تعرفش معناتها ميم دور البيدي ولا ما نعرف تو سويت نلعبوا ميميلو في ليميسيون اكسترا سياليست نتاع الميم حاضرين نلعبوا ميميلو ليكيب الاولى كونتر ليكيب الثانيه دونك نور تلعب مع ليكيب نتاع بعلوش والفه وقياس ومريم حموده تلعب مع شمس الدين باشا مع ليتيسيا ومع عزيزه ابو لابيار شنو رايك بلاي في ليتيسيا حموده هاك الميكرو بجنب هاك الميكرو بيصيرش تكلم بالك بالك جات في يدي عندك ساعه تشكر باهي مزيانه ليتيسيا حموده قل لي قلت لي قبيليك لا مش اللي قلته كله اخزر لي خلي بعضي ما فهمت شيء ما فهمت حد شيء نلعبوا مع ليكيب الاولانيه تو سويت دونك يبدا بعلوش الاولاني تفضلوا لهنا بحذايا ليكيب الاولانيه مختصين نتاع الميم دونك لي سبيسياليست نتاع الميم الكرونو فيه ثلاثة دقائق خنشوفوا قداش من كلمة تنجموا تطلعوا اقفوا جنب بعضكم فوالا فوالا اش تعمل يا قياس فوالا ننظموا في امورنا بلي قاعد تقطر حتى انا قاعد يقطر قياس قاعد يقطر فيها معناتها اي اي باه التصويره الاولى توب كرونو في ثلاثة دقائق ما هذا؟ دربوكا دربوكا اجابه صحيحه دزي غادي دزي غادي دزي غادي هاي برا دربابا منقالة اجابه صحيحه برا اليوم سهلين تصور اليوم برا قياس قطوسة أرنب دلفين شو اسمه ذيك حلزونة طاوس ودختو تختو 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 أرنب تختو أرنب سيجار 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 ستيفن سيجار بدل سيجار كوب سيجار بيبا بيبا ما غير ما تكلم نور امشي نور هاي نور امشي فولون 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 بسكليت تروتينيت موتور جيت سكي باتو كاليس كاليس شنو هارلي حصان شنيا بروو شنيا بقرة موتور تروتينيت بسكليت شنيا بروو سبير زوديت 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 تراكتور إجابة صحيحة قولي تنقول لك فاش تعمل هاي يربع الوقت كورة جلوب شجرة إجابة صحيحة شجرة 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 عملت لك إيه شجرة هيا هاي تربوش شجرة أخرى شابو اي ما شو اسمه نتاع مزلة سنة سنة هكا شابو ما تكلم ما عادش تكلم شابو مزلة غير ما تكلم سحار مزلة فوق راسك سحار مزلة مزلة غنيناها الجمعة اللي فاتت نهار الأربعاء غنيناها نتاع كل سلطانة سومبريرو سومبريرو كيما مزلة شنو هو سومبريرو ما هو مزلة غنيناها الجمعة اللي فاتت سومبريرو سهلة سومبريرو فريجيدير فريجيدير شباك 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 سبعة برا 407 كيفين شباك 8 527 شباك خيمة إجابة صحيحة خيمة متعلبيش امشي نونو يلا يا نونو برضا فريجيدير غاز كوزينير ميكرووند ميكرووند لا لا غاز لا فيجيتير لا
فريجيدير فريجيدير صغير. يوفر الوقت قولوا لي. ماشينة لافي. كهرباء بالفريجيدير. فور فور. إجابة صحيحة. وفات توقيت. نو. وفات توقيت سي نو طاج مطار. عشرة إجابات صحاح. العشرة طلعوهم الكل. برافو نور يعطيك الصحة. صغروها ديجا طلع ثلاثة. ألفة زاد يعطيك الصحة. وقياس اتحفنا في التورتيو والسرح فات العجيبه نتاع قياس هي اللي يرجع لها الاوسكار. الاكيب الثانيه تلعب تود سويت. نبداو امي عزيزه غادي. لا لا هما خمسه احنا اربعه. بيصيرش بيصيرش. نلعب معاهم. نلعب معاهم. لا 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 كل واحد يستكفى بيكيب. كل واحد يستكفى بيكيب. هاي شمو سي جي شوي احنا. لا 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 اختار واحد اختار واحد. نور 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 معاهم. نور معاهم. نور معاهم. مسكينه برشا تفنى. ما تفسر لهم. لا جاي كل جي وعاد جو كل. اجا معنا مريم. اجا امي عزيزه تبدا غادي. اجا مريم. في بلاصه انت تبش تلعب معنا ولا كونتر عزوز ماني مش مع عزوز مصدينا كاديبي هاي كمان اذا بدي زمن بدي يلا شدي كيد اذا نور مني اذا نور اذا من بدي مش غادي تغير لا شو ليش ما حلو اسمعوا كلام عمي شمس لا لا عندي دبيب يا محلي يا محلي نوجو خشنوته تسمعوا كلام عمي شمس ما يتكلم حدا. اسمعوا كلام عمي شمس مش برشا تسمعوش كلامه في كل شيء باش نقدركم هنا صحيح مشيتوا باش فما اي حاضرين اغزري اغزري شمس الكرونو يبدا توت سويت عزيزة براس امك بجاه ربي اسم بنتو علينا غابة غابة بس انا عم تشيخة انا غابة حر ويت جرونوي جرونوي يا ربو فلاك هذيك اش اسمك؟ فلاك سيربون مش سيربون فلوكا نتاع لي غام اه حوتة حوتة اه فما منها في السماء باهي ما طلعتوا شيء نربح الوقت نجمة بحر راهي تعدى اللي بعده اجا شمس مغادم يا عزيزي بيناتهم ليتيسيا بيناتهم الزوز نعرف هنا تصويرة اللي بعدها توتسي قالك في السماء موجودة منها تورو تورو اش اسمه بالسوري من نعرف هكا تورو هكا والله تورو شو اسمه تورو خذ الشعر كيفاه ضيف ضيف هذاك هو جاي 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 مقروض لا سولدا سعيد بوليس جيش جيش يا أحلى الجيش الوطني ربي قدر الخير إن شاء الله إن شاء الله كيفاش هذيك هاي هاي لحظة أمين عاوننا لحظة هاي باش باش أوصل أول مرة نحس بروحي أول مرة نحس بروحي منكسر منهزم يا شمس ضايع منكسر ضايع في الوقت منهزم هذا الشيء اللي يعمل أكل يركبوا عليه حصان بردعة شوية أخذ هيك أخذ هيك يا دي سهلة لا دي سهلة يا شمس شبرين اللي يعملوا فيها هكا شو اسمه اللي يعملوا بيسين لا كان بيسين بحر هي بحر هي حصان البحر صحيح هذا حصان البحر سبحان الله الحصان هذا سهلة لا بر 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 كيما برباشات غزل غزل لي انا غزل شو شو اي مين تبع كسكو سكو فلا صعيب سكو فلا هاي هيا اه بطل اكسب سبحان الله هذا يا كريس السبنيخ يا كريس السبنيخ اسمع استنى امين خمسيني انا وحدك وحدك بيناتكم يا اخويا سرتي روحي ونعلمكم ان الفريق الفائز
في مسابقة الميم. رسميا الفريق الفائز في مسابقة الميم هو الفريق رقم 1. الامبيونس بون انفون معانا اليوم، مازالوا باش يغنيو من بعد نور وحموده، مازالوا باش يغنيو. باه شنو تحب تسلم على هو؟ شكرتي ما شكرتش بنيتي؟ انا شكيت قلت شباب ما شكرتش. اشكر اشكر. نحب نشكر برشا سونتر وسيم بن ادم. صحيح بديت في لي سونتر من توا 14. شنو سونتر؟ صحيح سونتر. القيافه والله بديت في السونتر. شفت البلاد. شكون؟ وسيم. ها؟ قولهم سونتر. قولهم سونتر فيل. والله نسلم على السونتر فيل. صلي على النبي. يا انت تذكر سونتر فيل يا نور؟ اوكي صح. زدت صغير على السونتر بنيتي، زدت صغير انا. خليها خليها. اشكر الدونتيست. اشكر. سايبه نشكر برشا سونتر وسيم بن اغا على المكياج والكوافير، ونقولوا يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا وسيم. بعد شوية تعداو موزيكا مع نور ومع حمودة، أكيد تحبوا تسمعوهم يغنيو. دونك عندنا مسابقة من بعد معاهم بالموزيكا. ما قبل نشوفوا التقرير هذا أهم اللي استناكم في الجزء الثاني من الإيميسيون. راجعين مع بعضنا بعد شوية الإيميسيون إكسترا. قال التذكير 10 ملايين راهو نهار الأربعاء كان قاعد نعاود فيها اليوم، على خاطر نحب واحد فيكم اللي يتفرجوا اليوم هو اللي يربح 10 ملايين. أو بالإس إم إس على 85860 10 ملايين كاش، إن شاء الله يكونوا اللي كنت إن شاء الله اللي تربحوا معنا. شوفوا التقرير هذا، نرجعوا مع بعضنا للإيميسيون إكسترا. الحكاية عملت بوليميك البيريود الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي وليميديا زادة. نحكيو على المرأة اللي ظهرت مؤخراً، خولة الفرجيني، تونسية الجنسية مقيمة بكندا، اللي من خلال الفيديو هذا أكد وتوضح علاقتها مع الفنان فوزي بن قمرة. أميرة باش تاخذ حقها غصباً عنك إن شاء الله بقدرة الإله. القانون التونسي موجود وأنا سوف أتحمل مسؤوليتي قدام الناس الكل. الفنان فوزي بن قمرة في برنامج تلفزي يحكي على أبنائه الأربعة الكل ما عدا أميرة اللي هي بنت المرأة هذايا. يخرج في لباس يقدم معناتها سيغ أونتين، يخرج يتفضل مش مقصودة، مقصودة على المخرج. أم أميرة بعد ما أثبت القضاء الكندي أبوة فوزي بن قمرة تقوم بتحويل القضية إلى القضاء التونسي، ومنها القضية رائعة. في نفس البريود تعمل خولة على تسميع صوتها والناس سمعوها. من الواجب أن نوصل له كشخص تنقل الإثباتات، معناتها تنقل الأديان، معناتها باسمه هو، حتى إن شاء الله معناتها ناخذ الحكم في تونس، ومن بعد إن شاء الله لكل حادث حديث. نهار 3/9/2018 خولة الفرجاني في تونس، وكانت قد وضحت على موجات موزايك فام إنها جات لتونس باش تحضر القضية اللي لليوم بفضل الإعلام ورغم العراقيل اللي عرضوها موجودة لدى القضاء التونسي. إن شاء الله يعطي حق أميرة، وإن شاء الله تاخذ لقبها ككل الناس. يظهر لي مانيش قاعدين نطلبوا في حاجة كبيرة برشا. الجلسة تمت نهار الأربعاء في الصباح، والليلة خولة الفرجاني هي موجودة بحذنا في ليميسيون إكسترا باش توضح لنا الحكاية هذه وآخر تطورات القضية وتعطينا أكثر تفاصيل. بعد ما ضحكنا، بعد ما لعبنا، بعد ما عملنا جو مع نور ومع حمودة، جا وقيت الرسميات وقيت الجد. يا جماعة الجد يقول جد وجو هما بعضهم باش تعداو ذا فويس تونسية. دونك نجوم حاضرين، موجودة ألفة، موجود شمس، ولا جوري هم موجودين على يميني وعلى يساري. ولا بعنوش أو جوري قايز جوري مريم زادة كيف هم عزيزة ليتيسيا هما جوري. دونك ديو بين نور وشمس، ومن بعد ديو بين حمودة وألفة، وانتم اللي تصوتوا والببليك اللي هنا يصوت والجوري نتاعنا تصوت. دونك خليكم مع فرقة المايسترو هيثم الهني، وتصفيقة كبيرة برشا ليهم، وتحية كبيرة برشا ليهم. نترككم الليلة مع نجم شمس الدين باشي باشي والمتألق نور أمر. هلا دلوقتي. رجل الحياة مروة صعيب. الله 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 الله.
هلا صعيب صعيب عيني
الثاني نهار المل نهار المل روح المخلط للوان حتى حدمان الجان يقول لعنان هكذا نسكى واللي خلف الوعد ما نلقالوش حيلو فوتيلهم يهز يده ساعه من لي كونيكور اللي حاضرين جايز فوتي ولا نجحوا ولا لا نجحوا شمس و ليكيب تاع شمس لازم نقسموا هذا اي فوتي ولا لا ساعه اللي يهز يده اللي فوتي يهز يده بعد بيان سور يعجبكش يزيد كل بالاجماع كان حموده معانا راك معانا الكل دونك كل بيبليك اللي فوتي يهز يده انا جوري انا وديع وديع الجوري انا اليوم هذه ليكيب الاولى باش تعداو للمجموعه الثانيه الصوت الجميل العذب
يغني معاك حمودة يا ألفة. ميلا تطفي حمودة يا ألفة من حنين وصوت البنين نتاع ألفة اللي فوتي الألفة وحمودة يهز يده في الكرونيكر الكل باستثناء جايس جايس تمت ليش جايس في البيبليك اللي موافق يهز يديه زادة كتير دوك نعلمكم رسميا الفائز في مسابقة The Voice وستار أكاديمي وشنين الأخرى معاهم مازال وأرب أيدل مبعضهم الكل وسيد المشاهد انت اللي تنجم تكمل تفوتي نعلمكم الفائز في هذه المسابقة هالليلة هن الفريق الأول والثاني مع بعض يا جماعة تقعدوا في دياركم عاملين جو صارت السبت اسمها ليميسيون اكسترا بنينة على الأخر خاصة كي تعرف اللي فما 10 ملايين كاش
للربح نهار الاربعاء الجاي يا حبيبي. دونك 10 ملايين نهار الاربعاء الجاي 17 جنب 10 ملايين اللي كنتي ابعث او على 85 860 و 85 كيفاه حمودة 85 الحامية يا جماعة تمشيوا تعملوا جري جيبوا كاس مية وخموا في العشرة ملايين بعد شوية راجعين مع بعضنا جيبوا لي كاس ثاني من ليميسيون إكسترا